توافد عدد كبير من الطلاب على مبادرة المراجعة النهائية التي وفرتها مؤسسة حريم عبر الإنترنت في 13 مدرسة في 13 إدارة تعليمية وسط تواجد مسؤولي التربية والتعليم بكفر الشيخ. تضمنت فعاليات المبادرة مراجعة للمنهج التعليمي لطلاب وطالبات الثانوية العامة عبر تقنية الفيديو من خلال أفضل المعلمين المتخصصين. الصورة واضحة والتصوير واضح والصوت كويس جدا وتجهيزات المدرسة ممتازة. بجد احب اشكر حياة كريمة على مجهودهم عالي معانا، وحب اشكرهم على ان هم قدموا لنا قوافل حلوة ان هي للتعليم. بجد كان في تريكات وقع منها في الفيزياء جدا، حاولوا يوصلوا لنا، بجد وصلنا بطريقه كويسه قوي ولمينا الحاجات اللي كانت واقعه منها من اول السنه. هي حاجه كويسه قوي، يا ريت تتكرر كل سنه، بتفيد الطلاب وبيكون في خوف وكده بسببها بنهدى شويه. احب اشكر حياه كريمه على المجهود الرائع اللي قدمته لينا وعلى المبادره المشرفه جدا. بجد شكرا من كل قلبي على التركات اللي كانت ضايعه مني طول ال 12 شهر عن الاسئله اللي جايه لنا من نماذج استرشاديه تفهمنا ازاي الامتحان، اشكال الامتحان، كل حاجه علمتنا بجد ازاي هندخل مطمنين. ده فكره جميله جدا وكل حاجه وتنظيمها كويس وجدا، يعني الموضوع كويس السنه دي، بس لو كل الموضوع ده يتكرر كل سنه وكده هيبقى احسن كتير جدا بالنسبه للطلبه وهيفيد كتير ناس كتير جدا. يعني ده انا منحه حياه كريمه، صراحه هي عامله شغل جامد جدا، جايبه معلمين حرفيا رائعين ما شاء الله تبارك الله. والمنحه لها صراحه مميزات كتيره، من حيث ان هي مبدئيا هي مجانيه، فبالتالي اي طالب مهما كان يقدر يحضر، بالاضافه اللي هي يعني معلمين ما شاء الله تبارك الله يعني ذو قيمه، وقيمه كمان عاليه.